سيدي انت من المتضررين ياك؟ انا عندي الحانوت بني هلال. انت من بني هلال؟ عقلت مزيان. الحانوت ديالك حتى هو تهدم ياك؟ هو اللي مريب ليه في كنت. القايد بالنسبه للقايد ما دار معك والو؟ لا جيت عنده قلت لي غادي القايدة سعادة القايد راه الحانوت راب. قال لي غادي تبقى ولدي تخلص على الحانوت ديالك ومن بعد راه غنديروا لكم حل. نعم من بعد غنديروا لك شنو؟ غنديروا لك حل. حل؟ ثلاث شهور دابا هادي تقريبا ولا شحال؟ بحالكم. ما دار معك والو؟ باقي ما داروا معنا حتى حاجه. الحوانت راه كانوا يعرضوا مع المخلوق عمي يسير ريالك الساعه كرا وما باغيهاش. كاين اللي باع في الحانوت البلاد وخلص الدوله. كاين اللي باع البلاد والله الا باع فيها البلاد وخلص فيها الكيطانس باش شرا الحانوت هذا باش يخلص الكرا ديال الحانوت. الحانوت فين 200 ريال فين يجبروا هاك الساعه؟ راه دير 74 عام. يعني شحال العمر ديالهم هاد الحوينت تقريبا؟ وشحال يقدك؟ تقريبا شحال تقريبا؟ وتقريبا راه في 67 ولا 68. وعرضوا على المخلوق وما عمرهم صلحوا الجماعة صلحت لكم هاد الحوينت. وفين هو الصلاح؟ راه حنا مشينا ومشينا جنا حنا طاح لي السقف قال لي سير سقفي راسك الجماعة وجنا لي سقف وسقفنا روسنا. الجماعة رئيس الجماعة ما عمرو صلح لكم؟ ما عمرنا شنا على هذا ولا هذا. وفوقات ديال الانتخاب كيبيعوا اللحم هنايا. ها انت يا اختي في كيتباع اللحم؟ هنا في كيتباع اللحم. ها انت هي البصله ديالو كيتكبض هنا وكيدار اللحم هنا. هنا بالجزار يمكن وقيلا. هنا فين كاين اللحم؟ ها انت شوفي اللحم كيفاش كيتباع. شوف هاد الجماعه هادي كيفاش كتعيش كيفاش كيعيشوا هاد الناس هادو. شوفوا المواطنين هاد الفضيحه. المواطنين شوفوا هاد الفضيحه اللي كاينه في ولاد سبت ولاد دويب سبت ولاد بوعزيز. شوفوا هاد الجزاره كيفاش كيعيشوا. انا دابا هذا الجزار هذا هذا ما حال ديال الجزاره. ها حال ديال الجزاره هذا ديال الجزار هذا ديال الجزار كاين اللي كيدو كل شيء هذاك الزير دابا هذا الزير انا كبير كيف دابا الكبده كيف داك الثلاث يا وطالي يا قعدنا نجي قلت على الحم يبقى عندنا هنا كيشدونا عليه واش غنخليوه هنا شكون الناس ديالو اللي كيشدوكم؟ كيشدونا جدرميه سيدي ديال السبت كيشدونا جدرميه انا كيما هزيتي طرف تاع الحم وديتي كيشدونا عليه مشيتي للولاد فرجي يشدونا عليه فين ما مشيتي كيشدونا على طرف تاع الحم بقى عندنا الحم الا كان مطبوع ومدوزو الطبيب خصنا نهزو الحم في الطوموبيلات حنا ونديوه ونديوه ناكلو ديالك هذاك رزقك الله يبارك فيك رزقك كجمعيه مغربيه لحقوق الانسان جايين باش نوقفوا معاكم والجمعيه المغربيه لحقوق الانسان جايه باش تدافع على حقوق الانسان فين ما يكون شي واحد مظلوم من اي جهه كيف ما كان نوعها سواء تكون سلطه سواء يكون جدرميه سواء تكون جماعه سواء تكون محكمه كتكون الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان واقفه من اجل اننا ندافع على حقكم ومن اجل ان في نفس الوقت نقولوا بان ديك الزمان اللي كانت سالا بان ديك الايامات اللي كانت مشات راه ما بقات شيء بغينا نوصلوا للمجتمع
اللي كيتساوى فيه الجميع، مجتمع اللي ما كيفرقش ما بين هذا وما بين هذا، مجتمع اللي كيوقف فيه الإنسان مع المسؤول على قدم المساواة أمام المحاكم، باش عندنا جوج سبوتة ولا جوج سواق ما تذبحش وما تذبح حتى طرف ديال اللحم هنا كطرح مليون علامة استفهام. خاص السلطة المحلية طرح علامة استفهام، علاش هاد الجزارة ما ذبحوش؟ المفروض أن يطرح هاد السؤال، اش بغاو هاد الناس؟ وبدورة هاد الناس كيف يطالبوا بهاد الحوايج؟ واخا نعرف، وبدورة بسيطة اليوم على مستوى هاد الحوانت بكل صراحة أنا تفاجأت الوضعية اللي كاينة في هاد الحوانت اللي كيتباع فيها اللحم الموجه للاستهلاك ديال المواطن، بحيث أن هاد الحوانت كلها تحولات لطواليطات ماشي محلات لبيع اللحم. جوج، باش يجي واحد بلطاجي ويريب أكثر من 40 حانوت أمام أنظار ديال القايد، أمام أنظار ديال السلطة، أمام أنظار ديال الرئيس ديال الجماعة، وما يتشدش هذا ويبقى كيدير. استفهام باش ان هاد السيد يجي يريب 40 محل، 40 محل باش تريب، واللي هادوك الحوانت اللي تذكير ان تبنات من الماليه ديال الجماعه اللي كيخلصوها المواطنين، ويبقى رئيس الجماعه ساكت عليه وما يدارش تقرير. ايضا ديال يتسرق الحديد ديال مرحبا ديال البقر وما يتذكرش بهذا خينا. ايضا كطرح مليون علامات استفهام كرئيس جماعة. هذا الشيء أستاذ هذا الشيء كنحترموا الجميع ديالكم كرئيس جماعة. حنا بالنسبة لنا كنأكدوا على أن باش يبقى مطلوق هذا البلطاجي وكيدير هذا الفعيل كامل بالنسبة لنا راه غنفتحوا ذاك الباب وكل شيء غادي يدوي. عافاكم الله يخليك. أنا كنقول باش يبقى هذا البلطاجي كيدير هذه الحالة، هاز السيف وتيجري على 700 ديال الخلق أمام أنظار ديال القايد اللي عوض ما يمشي يعتقلوا ويدير مذكرة للسلطات من أجل اعتقاله. أش كان كيدير القايد؟ كيصور الصحافة اللي جات تفضح هاد الشيء. جاوبوني، شكون اللي كان كيتستر على هاد البلطاجي؟ واش القايد اللي مفروض فيه قال أنه يدير إجراءات ويعتقلوا، ولا القايد اللي كان واقف مع الناس تيصور فيه؟ بمعنى اننا وصلنا لواحد السؤال وكنطرحوه، وخص العامل ديال الاقليم وخص وزير الداخليه يعطي اجابه على هذا الشيء. واش هذا قايد اللي مفروض فيه يحمي المواطنين، ولا انه يتزل باش يبدا يصور الصحافه؟ هذا واقع، هذا واقع اللي خصه يطرح. خلاصه القول كنبغي نقول ديال اننا حنا كجمعيه مغربيه لحقوق الانسان وكننقلوا الصوت ديال 700 ديال الجزاره، ان حاشا واش يكون هذا مسلخ، وحاشا واش يكونوا هادو محلات باش يتباع فيهم اللحم، وحاشا واش يكون هذا السوق. وبالتالي مطالب الجزاره 700 واحد واضحه، يرجع الحديد اللي كان ديال الرحبه ديال البقر، الله يرحمه، ويتصلحوا المحلات. ويتصلحوا المحلات ديال الجزاره، ويتبنى 40 محل تجاري ليريبها هذاك البلطاجي الموليها. وايضا وهذا هو المهم، تفتح تحقيق، تحقيق تباشروا وزاره الداخليه ويدخل عامل الاقليم جديده من اجل ان يفتح تحقيق شكون اللي كان كيحمي هاد المفسدين، شكون اللي كان كيحمي هاد الفاسدين. هذا هو السؤال. اكثر من هاد الشيء بغينا تحقيق على هذاك السيد اللي مات داك النهاريات هنا، شكون اللي قتلو، شكون اللي قتل هذاك السيد، شنو هو السبب ديال هذاك الجزار اللي مات داك النهاريات. وصدقوني
صدقونا الاخوان راه الحقره هي اللي خلات انتفاضه الريف. عفاكم عفاكم راه الحقره هي اللي خلات ذاك النهار البوعزيزي في تونس انه يحرق راسو. وملي تحرق البوعزيزي راه مشى بن علي ومشى صالح ومشى القدافي ومشى وحدين اخرين حداري. راه بحال هاد النوع ديال الحقره هو اللي غيخلي هذاك السيد يموت. بركة بركة من الحقرة والفساد. بركة بركة راكم خربتوا البلاد. بركة بركة من الحقرة والفساد. بركة 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 من الحقرة والفساد. بركة بركة راكم خربتوا البلاد. بركة بركة من الحقرة والفساد. بركة بركة راكم خربتوا البلاد. بركة بركة من الحقرة والفساد. وكنأكد على ان هذاك القزار اللي مات ذاك النهار هنا راه ممكن يكون انت وممكن تكون انت غدا وممكن يكون هذاك غدا. كلنا مصيرنا واحد. لهذا انا تنحيي جميع القزاره على الصمود ديالهم وعلى اننا وقفوا وقفوا وحده كاملين من اجل انهم يقولوا لا للفساد. وبالنسبه القائد الجهوي الدرك اللي راسلناه السبت اللي فات بعد ما شفنا السيف هنا كيتسارى وبعد ما شفنا واحد بوحدو محامي دوار ومحامي سوق على قدو وعوض ما جدارمية يديروا واجبهم. وملي ما دار القائد حتى شي حاجة دخلات الجمعية المغربية في اتصال مع الكورونيل ديال جدارمية وعاد مشاو شدوه. انا كنأكد واش هذه خدمه اللي مفروض يديروها ولا كل مره تدخل الجمعيه عاد دار هذه الخدمه. ايضا اليوم مطروح مطروح على القائد الجهوي ديال الدرك الملكي على مستوى جديده انه يفتح تحقيق في هذوك جدارميه اللي كيبتزوا المواطنين وكيديو لهم تروفات اللحم وكيقلعوا منهم 6000 و8000 في كل سوق. وهذا الشيء راه التصريحات ديال الجزارة راه كيأكدوا هذا الشيء. أي جزار اللي كيشيط له اللحم ويبغي يديه لمحلو كيقلعوا له جدارمية ويقلعوا منه 6000 ريال و8000 ريال. انزل القائد الجهوي يفتح تحقيق. الفساد راه ما عندوش حدود داخل هذا السوق. وبالتالي على قائد إقليم على عفوا على عامل إقليم جديدة أنه يدخل من أجل فتح تحقيق فيما يجري داخل هذه البقعة اللي ما عندها علاقة بالشعارات اللي كتظل الدولة كتجبجح بهم ديال دولة الحق والقانون. هنا راه كاين السيبة، هنا راه كاين الفوضى، هنا راه كاين شي دولة أخرى ما عرفناهاش لما نتابعها. وبالتالي اليوم كنأكدوا على أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان راه معاكم قلبا وقلبا وغتبقى معاكم إلى غاية أنكم تنسازعوا حقوقكم كاملين. اللي مطلوب منكم هو أن تبقاو اليد في اليد. اللي مطلوب منكم هو أن يبقى التآزر ديالكم. اللي مطلوب منكم هو أننا نمشيو مجموعين. وإلا ما تمش الاستجابة لهذ المطالب أنا أؤكد على أن 700 ديال الخلق خصنا نتحولوا كاملين لعمالة إقليم جديدة وتما نديروا وقفة احتجاجية على قبل مطالبنا. يا مسؤول يا عامل يا مسؤول يا عامل يا مسؤول هادشي ماشي معقول هادشي ماشي معقول ويا عامل يا مسؤول يا عامل يا مسؤول وهادشي ماشي معقول.